جابوا سيرته في وسط موضوع، قلت اسمع يمكن اقدر احن تاني ويمكن ارجع. والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلام ينرفز، وسمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها. بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت اتوب في الكلام على قد ما اقدر، مش عايزة اسمع عنه حاجة وعنها. كان نفسي اهرب من كلامه، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، لو مشيت هيبان عليا، انا خفت ضعفي بان في عيني، يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا. كان نفسي اهرب من كلامهم، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، لو مشيت هيبان عليا، انا خفت ضعفي بان في عيني، يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا.